السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة. عندنا رقمين من داخل العراق اللي تشوفوهن لي فوق، وعندنا أيضا رقمين من خارج العراق وللأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط، وأيضا لمن يسكن دول المهجر يقدر يتصل بنا على أرقامنا من الخارج في الأسفل. وعندنا أيضا رقم تلاحظون عليه إشارة الواتساب، تقدرون تكتبون لنا واتسابات في حال ما قدرت تحصلنا على واحد من ذني أرقام حتى تشاركنا بالمواضيع. مشاهدينا الكرام، نبدي ملفاتنا. وبأول ملف، من أيام محافظة ديالى تعيش بنقص حاد بالمشتقات النفطية. أزمة نقص الوقود سوت زيادة بالطلب من المواطنين، وقوفهم بشكل مستمر أمام محطات الوقود اللي احنا نسميها البنزين خانة حتى يقدرون يأمنون احتياجهم الكافي لسياراتهم والمولداتهم الكهربائية بسبب انقطاع التيار الكهربائي اللي دي يصير انه مئات المواطنين في محافظة ديالى لازمين سرة أمام البنزين خانات لتشغيل المولدات المنزلية بسبب أزمة الوقود الحادة. وراء ما قللت الحكومة إمدادات الكهرباء لأقل من 10 ساعات باليوم في موسم صيف معروف درجات الحرارة العالية بالعراق، ومعروفة حرارته لوين توصل. أيضا الناس تعاني من تلاعب أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية بالتشغيل بطرق ملتوية، ما ساهم في خلق معاناة إنسانية كبيرة خاصة في مدينة معقوبة. خلونا نشوف اللي دي يصير في محافظة ديالى. هذا الازدحام من محطة بنزين شلونه وصل تقريبا مدخل الرحلة، يعني الله يساعد اللي عنده مريض، الله يساعد اللي عنده دوام ارتباط، كل هذا الازدحام على مود شنو يحصل بنزين. زين شنو السبب؟ شنو اللي وصلنا لهاي المرحلة؟ زين العراق مو بلد نفطي، شنو احنا بحاجة البنزين؟ ليش تصير شحة؟ شنو السبب؟ يعني وإذا ما أخذ شخص دبة، وإذا ما جماعة المولدات أو أهل الدراجات أو ما شابه ذلك، يعني شنو السبب؟ المواطن اللي يصور هذا الفيديو سأل سؤال، قال العراق مو بلد نفطي، سؤال مشروع، أتمنى يجاوبك عليه. راح نبقى بنفس الموضوع بس هسه راح نروح للشمال، تحديدا محافظة نينوى. هي هم بها أزمة وقود حادة، واللي دا يصير ازدحامات طويلة أمام محطات الوقود في محافظة نينوى، مشهد يتكرر من أيام. مسؤولين بالمحافظة قالوا أنه سبب الأزمة هو تهريب الوقود إلى كردستان العراق، واشتكى أحد المواطنين من هالوضع وحمل الحكومة ونظام الكوبونات اللي بدأوا يشتغلون به من فترة بسيطة كلش، حملهم مسؤولية الأزمة خلال تسجيله مقطع مصور هو ينتظر يعبوه لسيارته بنزين. خلونا نشوف. احنا هاي العالم هنا اعترف عن نفسه على سرعة البنزين اللي لايف من المنصة، شوفوا النزلة رايح باتجاه حي الحدبة والبلديات. انا باللوفة، خلينا نشوف باللوفة السيارات، يعني والله الواحد ما يعرف شو يقول. تحياتنا لحكومتنا الموقرة واللي مدير المنتوجات النفطية العام اللي جاء وحل الأزمة وقال ماكو أزمة، زيادة طلب، زيادة طلب. ما أجي هنا تقف يكون، يعني أحد التعليقات كان حلو، قال إنه يا ريت يجي هنا بنص السرة ويقول إنه فعلا ماكو أزمة، خلي العالم هي نفسها تحكي معه. والله هو هذا وضع ثاني أكبر محافظة عراقية، العالم ومكان ما تنام تنام لها هنا، تنام بال 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 بالشارع تاخذ لها بالسرة. هو هذا منطق؟ هذا منطق بناء دولة؟ هذا منطق انه تسووا كوبونات ومكان ما تحلون الازمة تسدون المسؤولية براس المواطن البسيط؟ اذا مشاهدينا الكرام، كانت هاي المشاكل اللي تعاني منها محافظتين اليوم بالعراق، ديالى ونينوى. قبل ايام ايضا في الجنوب العراقي بين احدى الصور اللي تصورت حول سر البنزين امام بنزين خانات التعبئه او محطات التعبئه بسبب ازمه الوقود. ازمه الوقود مو متجدده، لكن المشكله انه هاي الصوره العراقيين شافوها بال 2003 وراء الحرب وقالوا ازمه حرب مفروض يتخلص منها العراق. بالفيديو الاول بدياله قال معقوله هذا الحال اللي نعيشه احنا وبلد نفطي؟ موضوع ازمه الوقود ايضا علقوا عليه رواد المواقع، خصوصا موقع فيسبوك اخترنا لكم من عنده اربع تعليقات. ابو ياسر
يقول عمي احنا محافظة ديالة دبت بنزين بالتواسيل يلا ينطوها لأهل الستوتة والماطور. ومصطفى حسين يقول هذا مدير المنتجات جابتها المحاصصة والأحزاب الحرامية حسبنا الله ونعم الوكيل. أما مازن الليهيبي سعر الكوبونة تحت التجهيز ب 40 لتر وصل اليوم 17,000 جريمة بحق المواطن. وأيضا عبد الله محمد الجواري يقول والله يا أخي الله ينتقم من كل مسؤول ما يشتغل عدل وحسبنا الله ونعم الوكيل. كانت هاي بعض التعليقات حول قضية أزمة الوقود اللي نقلناها لكم في محافظة ديالى ومحافظة نينوى. أما الآن عند اتصال وسام من كركوك. حياك الله يا وسام. أسامة عفوا. حياك الله يا أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أشكرك وأشكر القناة والقائمين على البرنامج الطيب. حياك الله أخويا. لا شكرا يا واجب. أستاذ بالنسبة للأزمة المشتقات النفطية هو مدير منتوجات هي من يعني من رأس الهرم. نعم. ومدير فاسد وحرامي. هو أنا أقول الأحزاب اللي جاءتها وسلطت على وزارة النفط العراقية هاي الوزارة الرصين اللي ما أذكر يوم محتاجين نفط أو غاز كانت وزارة بحق حامدة. إحنا اليوم مثلا الغاز وصل لنا 850 دينار وين الدائرة هذه؟ يعني من التأهيل للمدير المنتجات الفساد مستشري حتى العمال البسطاء العمال اللي يديرون المحطات الحكومية الأهلية هم ذول فاسدين إذا هم صاروا فاسدين بسبب إنه رأس الهرم فاسد. ماكو ما نظم الشيء بالعراق يعني من كل شيء التعليم الزراعة التأهل الأسئلة شو لك يعني أنا الأسئلة يعني وين مصالح من عش أحوال الغناية صاعدة من كل صاعد نظم الشيء بالعراق نظام صعود 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 والمرات الماجعة يتمس شيء يعني فتح لنا الحافة الناس حتى تحية حتى ما هذا الشيء ما هذا الشيء استاذ ودرجة الحرارة وصلت 48 درجة في المولدة يشكل الطفي والله أنا أفل المعيشة أي عيشة كئيبة عيشة كئيبة الله فيها وأني أشكرك على هذا الرجل لا شكر على واجب حتى باقي المختصرين حياك الله حياك الله. أشكرك أخوي أسامة. بداية لا شكر على واجب هذا واجب أي قناة اليوم بالعراق تحب بلدها أن تبين الحقائق لأبناء بلدها وواجب قناة الرافدين على أبناء شعبها أن تكون واقفة مع الشعب في إظهار الحقيقة وأيضا في نشر ما يحصل في البلد بشفافية عالية. شكرا لك أخ أسامة. أبو عراق من الفلوجة حياك الله يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. ألو ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي العزيز أبو عراق. أستاذ أفل. نعم. هذا الوضع اللي جاي يصير بالعراق. أيه. هذا كله سبب الحكومات المتعاقبة. نعم. أما هم مو حكومات وإنما عصابات. ولا أسألك بالله عليك يعني صار 22 سنة كهرباء الجردة. نعم. شنو ذنب هذا الشعب هذا؟ نعم. والشعب يتوحد ويصير ايد وحده توزيع هاي الحكومات سالفل. شنو اللي افتهمناه من الدمار والخراب والبهدله؟ ما كافي يا شعب. يا شعب اصحى كافي عاد. خل نتوحد عمي خل نتوحد خل نصير ايد وحده. كنا الطيارات هاي المسيرة جاية الدنيا وينك حكومة أستاذ أفل؟ ماكو حكومة عمي. نعم. احنا ساعات عصابة وانا اشكرك اخوي. شكرا شكرا لك ابو عراق. سعد من الكويت حياك الله يا سعد. حياك الله يا استاذي يا محترم. اولا يا استاذي نتمنى اطلاق يا استاذي الناس الرهائن اللي هم مخيبون طبعا ومعتقلون بدون سبب يعني والظلم مو زين طبعا والنسامة بيها خير يا أستاذي. نعم. ولكن نتمنى أن يجدون المكان الملائم صحيا أيضا الطعام مثلا اللي يعطى المساكين مثلا المعتقلين السجناء يا أستاذي. نعم. واحترام أيضا المتظاهرين لأنهم أصحاب حق يا أستاذي. نعم. هي مظاهرة
ايضا بالنسبه للنواب للبرلمان لهم دور، يجب ان يراعي حقوق الناس والمظلومين والناس اللي ظلموا يا استاذي، ونحن نتكلم عن جزئيات وجزء يا استاذي، لا نعمم احنا، ولكن نتمنى ايضا الخير للناس الابرياء لذي حالاتنا، فقراء قلابه، طبقه فقيره كادحه، توظيف يعني العاطلين عن العمل، وكذلك ايضا مراعاه الصحيه بالنسبه للمقيمين، وكذلك ايضا الرحمه واجبه يا استاذي، واتباعا للقانون والدستور ايضا العراقي، وبيه نشام كثير يا استاذي. واخر الكلام تحياتي لكل البرنامج وللقناه، وشكرا لك. حياك، شكرا، شكرا لك اخ سعد. أزمات العراق هواية، نطلع من أزمة الوقود نروح إلى أزمة جديدة أو أزمة ثانية عفوا، هي أزمة الاختناقات المرورية. طبعا الأسباب هواية ومعروفة، من شوارع تعبانة إلى بنية تحتية متهالكة ومنهارة. اللي ما فكرت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق من عام 2003 حتى هاي اللحظة أنه ترمم أو تحسن بهذه البنية التحتية أو الشوارع، مو تبني غيرهن. مدخل بغداد الشمالي يشاهد على الحال اللي وصل به أو اللي وصل إلى العراق في ظل فوضى. مقطع مصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى منصات التواصل الاجتماعي يغنينا عن الكلام ويلخص الحال اللي ذا هذا الازدحام واصل للمعسكر التاجي يومية. هاي المعاناة مال العالم. من معسكر التاجي لحد البوابة مال كاظمية. مهزلة والله مهزلة مالت بغداد، محافظ بغداد، الحلقة الرابع من جسر الدوار لأبو غريب. تريد أن يبوك هذا الازدحام لما تدري شارع مية. لكم والله أنتم متورسين على العالم، حبون يشلعون قلبهم. هاك باوع لعنده مريض لعنده، هاي باتجاه الكاظمية بوابة بغداد. هاي مهزلة باوع باع المهزلة. العراق سنة 2022، لا رصيف، لا جزرة، لا إنارة بالشارع، بس وصاخة وقذارة. وأنا مات بغداد. من كان يتخيل العراق سنة 2022 يكون ما بتخطيط وبفوضى عارمة بهذا الشكل؟ طبعا هاي الفوضى اللي ببغداد هي مو وحده، هاي الفوضى اكو اسباب لها هوايه، ومن اسباب هاي الفوضى السيطرات اللي تبتز بها القوات الحكوميه والميليشيات والاحزاب المتنفذه اصحاب سيارات الحمل، حتى يجبروهم على دفع مقابل للعبور جزيه او اتاوه، الامر اللي تسبب باختناقات مروريه كبيره. ننتقل من بغداد للشمال شوية، وتحديداً إلى مداخل مدينة كركوك مركز محافظة تأميم، المنطقة اللي يعاني بها سواق التريلات من الابتزاز الحكومي، وتحديداً في سيطرات تازة طريق كركوك بغداد، دارمان طريق كركوك أربيل، تشيمن طريق كركوك سليمانية، مريم بيك طريق كركوك تكريت، وسيطرة الجيش بداية حول كركوك. خلونا نسمع شهادة سائق من قبل أو قبل ما نقرأ التعليقات حول هذا الموضوع. بالنسبة لنا سواق التريلات، نجي نحمل من البصرة، من ميناء البصرة إلى أربيل، الطريق كله سليم، بس سيطرة تازة جاي نعاني من عدها. تجي نحمل إنشائية، بايسكلات، مواد كهربائية وإلى آخره، ما تعبر إلا 350,000. يا بشينا هاي الفلوس تاخذونها من عندنا، والله إلا يجي نداء من العملية. أكو ناس مختصين مدنيين بالسيطرة يفترون بسيارات، عندهم سيارات صغيرة يفترون بيها، وبالسيطرة يفرك يقول لك ارجع ورا السيطرة، من ترجع توقف ورا السيطرة يجون يفترون عليك، تعرضين فلوس كذا أعبرك كذا أعبرك، يجي نداء من العمليات نطلي فلوس، أقل سيارة أقل سيارة إذا ما تعبر 300,000 نطلي فلوس نسلمه نجي للسيطرة، هو اللي يفرخ نفسيته بالسيطرة، اللي يفرخ نفسيته
تجي تقول لي هذا اسمي يمك، يبا على الموبايل شغلته كلها على الموبايل على الواتساب، تطي اسمك يشوفه بالموبايل قال لك يا بتوكل بالله. يعني الى متى هيك؟ يعني شنو ذنبنا؟ هاي المعاناة اللي دعانوها السواق اليوم في السيطرات، طبعا مو بس سيطرات مدينة كركوك مركز محافظة التاميم، ايضا سيطرات في سليمانية، سيطرات في ديالى، كل السيطرات. سواق الحمل دعانوا من هذا الموضوع، واكو فيديوهات هواية انتشرت منها براعم البوتيتا، منها الطماطة، منها المحاصيل الزراعية، هواية من القضايا اللي طلعوا سواق التريلات وناجدة. ولكن المشكلة اليوم انه احنا ببلد ماكو احترام الى 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 ما يحدث في الداخل، وماكو احترام للمواطن، لانه هذا السائق هو شايل الحمل، والحمل تالي تيروح للمواطن ويستفاد من عند البلد. المهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا بالتعليقات حول هاي القضية، فأسعد يقول قمنا من نشوف سيطرة نقول الله يستر شي طلعوا لنا سالفة. وسيف العزاوي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد. ولؤي البياتي والله عمي كلامك صحيح 100%، كل سيطرات كركوك عبارة عن عصابة مال حرامية. وسمير آل غانم السيطرات عبارة عن قراصنة رشاوي واستفزاز وحرامية وأذية، والسيطرات تنباع بين الضباط بأشهر بالدفاتر. إذا مشاهدينا الكرام كانت هذا الملف الثاني، ملفنا الأول تكلمنا به عن أزمة الوقود، وملفنا الثاني تكلمنا به عن الاختناقات المرورية بسبب الفساد في السيطرات، وأيضا بسبب تهالك البنية التحتية للشوارع والأرصفة والطرق. عبد الرزاق من باب الويانا حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا العراقيين شو تسوين؟ نعم. وشنو الذنب جنينا وياهم مطلوبين؟ نعم. مع كل الأسف أستاذ أحمد. نعم. الشعب العراقي يعني هذه معاناته ظهر من كونت أو خرقة الدولة العراقية لحد هذا اليوم، يعني ما شفنا الراحة ولا شفنا الفرح. من 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 اعاق الى اعاق، وزادوا الاعاق اللي اجوا من بعد 2003. يعني ايش اقول؟ اذا كان العراق بلد فقير او بلد غير نفطي او بلد في هاي الثروات، شو يكون حال المواطن العراقي؟ وما بلد غني كل ثرواته كل امكانياته، ويكون هذا حاله وهذا حال المواطن العراقي. هذا السبب يا استاذ افهم يعود الى سوء الاداره ووجود اراده اللي تقود هذا البلد. احنا جاي اليوم نشوف هاي الازمات، ازمه النفط، ازمه الوقود، وازمه البنزين، وهواي من الازمات. يعني كل قطاع من قطاع الحياه والشغل كلها ازمات. نعم اخ عبد الرزاق، اريد اسالك سؤال. يعني انت قلت العراق يعاني من ويلات من 2003 حد هاي اللحظه. السؤال اللي ينطرح هنا، بدات الدوله العراقيه الحديثه في عشرينيات القرن الماضي كما هو معلوم للجميع، لما صارت ثوره العشرين وخرجوا الانجليز والاحتلال الانجليزي وبدات العهد الملكي والحكم الملكي، صح لو غلط اخ عبد الرزاق؟ نعم. طيب بذيك الفترة كانت الدولة، كانت الدولة بذيك الفترة ما متطورة بذيك الفترة اللي بدت الدولة العراقية تبني وبدت تتأسس، وبذيك الفترة اللي كان أول تلفزيون بالوطن العربي همنا، وكان أول معمل ما أعرف شنو، أكو تطور وتكنولوجيا ومصنع للأجهزة الكهربائية وأرصفة وطرق وتخطيط والكثير من الأمور، والتعليم بالعراق في تلك الفترة كان جيد جدا. ومع ذلك لما كان الشعب العراقي يضوج طلع في إحدى التظاهرات وقال الكلمة الشهيرة بالتظاهرة نوري سعيد القندرة وصالح جبر قيطانة. اليوم بهذا الحال اللي دا نشوفه بالعراق، لو مواطن عراقي قال هاي الكلمة على أي مسؤول من هذول اللي يحكمون من 2003 إلى حد هاي اللحظة شي يصير؟ انقطع الاتصال ويا الأخ عبد الرزاق، أتمنى يرجع لنا. محمد من أمريكا حياك الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخويا. استاذ اسد عمري انت، هي نعم. هاي ليس حكومه تفيدك الله، دول ارهاب، ارهاب السلطه،
قال هم اهل العمايم عم دبورة والبلد، وهل العراق ابو الخير ازمه مال بنزين عمي، تعال شوف الدول العالم كله ماكو ايش ازمه عندهم عمي، هي شغله مقصوده، يجي الحار لا كهرباء اكو ولا بنزين، كفيلك الله يزيد امرون للبلد، والبلد شعب نايم نصه نايم نصه قايم، نصه نايم نصه تابع عليهم عمي، ناس وناس، وهاي الاحزاب حشاك القدره تابعه لايران ولا اهل ايران، بدر ما بدر الميليشيات جيش المهدي كفيلك الله، ذولا من 2003 كل شارع ما بنوا، شارع واحد ما بنوا، لا مدرسه ولا شارع، منتهين يهربون المخدرات ويهربون النفط، كفيلك الله هاي هاي كركوك كل النفط يهربونه لايران وغير ايران، وتركيا يهربون النفط، وكفيلك الله هم حطموا البلد، ابو عمامه وابو خاط والله يهدمها على رسوم، لا هو الله، احيي قناه الرافدين والكادر. اشكرك عمري. حياك الله اخوي، اشكرك اغاتي. خبرنا الجاي يضحك ويبكي. الدفاع المدني بكل العالم شغله انه لما يصير مشكله، الدفاع المدني اللي هو الاسعاف والاطفاء، لما يصير مشكله يكونون دولة باهبه الاستعداد، والمفروض انه يوصلون على اسرع ما يمكن وباسرع طريقه وباسرع وقت وباقل وقت ممكن لمكان الحادث، ان كان اطفاء وان كان اسعاف، اسعاف ينقل الجرحى واطفاء يطفي الحرائق. سمعوا هذا الخبر. أعلن مدير إعلام مديرية الدفاع المدني العامة جودة عبد الرحمن تسجيل تقريباً 10,000 حريق من بداية هاي السنة لحد الآن بحصيلة مخيفة، رجع أسباب هاي الحرائق إلى التماس كهربائي. المشكلة اللي تصير اليوم في هذه القضية أنه اللي لفت الانتباه هو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للعديد من المقاطع المصورة اللي تبين وجود خلل في طواقم الدفاع المدني. لما يجون طواقم الدفاع المدني ويبدون يطفون الحريق، السيارات لما تجي يلقوها فارغة من المي، ما بها مي، مقطع من البصرة يوثق هاي الحادثة خلال احتراق منزل بالمدينة. خلونا نشوف. نو طيب ماي ما عندهم. أرادوا يطفون البيت ماي ما عندهم. والله انشرها انشرها والله قاطع الجمهورية يا اطفال ما بيها ماي. تخيلوا مرت الجاية لما تفكرون تجيبون اطفاء، لا سامح الله اذا صار عندكم حريق لازم تخابر وياها تنكر مال مي، لان اذا جاك بهالحالة مصيبة، لان اللي دا يصور قال احترق البيت وراح يطفى الحريق وبعدهم كل شيء ما مسوين. الموضوع تكرر ببغداد، بس هاي المرة مو ما بيها مي، جت السيارة مال اطفاء بس بيها مي للأمانة، بس اللي صار ان سيارة الاطفاء جت متأخرة. يعني تخيلوا حريق يبلش ويخابرون الاطفاء وتتأخر سيارة الاطفاء، الحادث اللي راح نشوفه سيارة اذا تشتعل، احترقت وخلصت وكملت، يلا وصلوا سيارات الاطفاء. خلونا نشوف. وقفت السيارة يلا جمل الاطفاء. اطفاء خطر الصندوق. إذن هاي الحالة هم من رواد منصة فيسبوك ما تركوها وعلقوا عليها، وجبنا لكم أبرز تعليقات حول هذا الموضوع. ريحانة السعدية تقول الإطفاء بالعراق مثل الشرطة بالأفلام الهندية، تجي بنهاية المطاف. أما علي عطواني يقول المهم يسجلون موقف ويأخذون صورة ويا السيارة. وعلي الشوقي يقول جايين يقولوا لهم الحمد لله على السلامة، أهم شيء ماكو خسائر بشرية بالحديد ولا بالبشر. وديفيد بخام الشمري، ديفيد بيكهام الشمري يقول يجي يسوي محضر حتى إذا أكو خسائر مادية يغرم صاحب السيارة. إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي الملفات لحد الآن الثلاثة اللي تناولناها، عندنا أزمة الوقود في ديالة ونينوى،
عندنا الفساد اللي دا يصير بالسيطرات وتكسر الشوارع اللي دا يؤدي إلى زحامات مرورية، وأيضا فشل الدفاع المدني بالتعامل مع ملف الحرائق. عندنا اتصال زيد من بغداد، حياك الله يا زيد. حبيبي حبيب قلبي، شلونك؟ حبيب قلبي الحمد لله، انت شلونك؟ الله يسلمك، شو اخبارك؟ نحمد الله على كل شيء، انتوا اخباركم؟ الله الحمد لله. الله يسلمك اخويا. بس اذا امكن تغير لي مكانك لان الصوت مو واضح. نعم؟ أكيد. ايه موضوعك عن شنو؟ عن البنزين وأزمة الاختناقات المرورية. ألو؟ نعم أسمعك. والله التعديل الوضعية من 2003 لحد الآن هي ماكو تغييرات يوميا عندي. ألو؟ أسمعك أخوي. معني؟ اي والله مثل ما يعني مثل ما تشوف في ازمات ازعد. نعم الصوت والله يا اخويا ما يكون واضح يمي. شلون؟ الصوت ما يجيني واضح 100%. قول احكي. هسه ما اسمع؟ هسه اسمعك كلش زين، تفضل. والله في ازمات البنزين والكهرباء هي اشكال ازمات العراق. اي من اشكال ازمه. نعم. أزمة الوقود، أزمة الزحامات، ماذا يعني تقريبا ماكو. نعم. شكرا شكرا لك. ننتقل إلى خبرنا الجاي. واحدة من أزمات العراق الجديدة اللي هو الفشل الأمني. بس مال إنه كاميرات تصور وتسجل وما حد يقدر يحمي، هاي مصيبة. تسجيل مصور لكاميرا مراقبة يبين لنا لحظة اختطاف طفل. المشكلة مو هنا، عصابات الاختطاف هواية. الطفل على حسنين اختطف على يد إحدى المتسولات، يعني مقدية من ناحية القاسم جنوب محافظة بابل. هاي المقدية صورتها كاميرا المراقبة وهي تأخذ على حسنين وتطلع. هاي المشكلة تبين حجم الانفلات الأمني وتنامي مافيات التسول اللي تتخذ من الأطفال هدف حتى يكبرون شبكاتهم المشبوهة ويستغلون هاي الأطفال الحلوة بالقدية. خلونا نتابع. هاي القضية تفاعلوا وياها الناس وعلقوا عليها واختارينا لكم هاي التعليقات على منصة فيسبوك. أول تعليق ويانا من محمد الركابي يقول يجب على الحكومة منع ظاهرة التسول في جميع محافظات العراق ومحاسبتهم قانونيا. أما ليث العمري يقول حسبي الله ونعم الوكيل، مثل هيك حالات لازم الحكم يكون أشد حتى يكونون عبرة لغيرهم. وعلوش جاسم يقول مع الأسف ضيعوا سبيل المعروف، والله قمت أخاف أفتح الباب من أشوف متسول حتى إذا كان طفل، ما أفتح الباب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأبو أحمد الساعد يقول ظاهرة التسول أصبحت خطيرة على المجتمع، لابد أن يكون لها علاج من دولة، ما ذنب الآباء والأمهات التي يخطف أبناؤها. إذا مشاهدينا الكرام أرجع وأذكر ملفاتنا الأربعة. ملفنا الأول كان ويانا أزمة الوقود الحاصلة في العديد من المحافظات العراقية، الفيديوهات اللي تناولناها واحد من محافظة ديالى والآخر من محافظة نينوى. ملفنا الثاني اللي تناولناه اللي هو أزمة الاختناقات المرورية والازدحامات مثل ما سميها بالعامية، الازدحامات بسبب
البنية التحتية التعبانة وأيضا فساد السيطرات اللي تبتز المواطنين وخصوصا سواق التريلات، وشفنا فيديو إلى سائق تريلا يشكي من هذا الموضوع. ملفنا الثالث وهو عن فشل الدفاع المدني بالتعامل مع ملف الحرائق. الملف الأول كان أو الفيديو الأول كان من البصرة، سيارة الإطفاء توصل إلى مقر الحادث بس فارغة مي، ما بها مي فيحترق البيت ويخلص. أما الفيديو الثاني كان من بغداد وسيارة دا تحترق، بس الأمانة السيارة كان بها مي لكن وصلت متأخرة. ملفنا الرابع وهو مقدية من محافظة بابل تحديدا من القاسم تخطف طفل ويصورها أو تصورها كاميرا مراقبة والناس فعلت حول هذا الموضوع. إذن هاي ملفاتنا أربعة اللي تناولناها. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. سادة العزيز، هاي الجدية اللي تقول عليها الخطة الطفل. نعم. هاي من خطة الطفل. الطفل إصلاح الطبيعية أو تبيعها أو تبيعها أعضاء بشرية يعني. القانون ايش راح يحاسبها؟ شكر له القانون، هاي القانون يراد لها قانون صدام حسين. نعم. هاي انعدم راسا بمكان الحادث، يعني صار البشر ينباع وينشري بهالبساطه. ليش يعني مو قانون؟ ماكو قانون، ماكو يعني. نعم. القانون صار ضد العراقي وصار ضد احد شريف في العراق. العفو. انت من تجي تقيس، انت من تجي تقيس يعني من تبوك طفلة زين، انكم شفتي هاي الباقية الطفل؟ لحد الان ما بين شيء انكم شو ولا لا؟ ما فيكم شفت؟ ما بين شيء يعني لحد الان ماكو تصريح حكومي حول هاي القضية انكم شو ماكو شو صار شيء. ما يصير التصريح، يريد الاستاذ العزيز ما راح يصير تصريح، لان ماكو قانون يردعهم. ماكو قانون قوي يردعهم، لان القانون فركك، ما ظل عندنا قانون. من جانا هذا القدر برايمر راح القانون. يعني هسه انت تقول نظام صدام حسين نظام طاغية ونظام دكتاتور. انت جبتنا عد ديمقراطية، هاي ديمقراطية صار البشر يباك. يعني البارحة المهوال من يهوش حتى عائد، انت تقول عطر عن رايك. انت هاي ديمقراطية، يعني المهوال ينحط بالسجن. ليش؟ هاي عطر كيف خوش حكي. انت حطيت المهوال بالسجن، شوف المهوال تقدر تفتح لنا المي من تركيا؟ انت ابو الامن الوطني تقدر تجيب المي من تركيا؟ نعم. تقدر تجيب المي من ايران؟ اتحداه. نعم. اتحداه يقدر يجيب لنا المي. يلا زين احنا بالجنوب، احنا بالجنوب، انا من صلاح الدين، احنا بالجنوب زين المي ما يصلهم. ليش؟ شنو ذنبهم؟ ذنبهم تركيا والله تبدا المي؟ تركيا الظرف، ظرف الاحتلال سو اقل شيء خمس سدود ضرب 18 سنة أو 19 سنة. زين العراق ليش؟ المالية مال العراق حتنباق وتروح حدر. قبل ثالث سنة أو رابع سنة من جانا مي، قد مكحول وصاير، قد مكحول، وين راحت فلوسه؟ حطوا الحجر الأساس، ظل لهم بنزين هذا، حط الحجر الأساس. حط السيد المحافظ حجر الأساس ما قد مكحول. زين الشغل مالي يمتى يخلص؟ كم سنة؟ عندك المجسر مال التكريس من قبل داعش، من قبل داعش. لحد الان ما خلص منه ربع. يعني شلون الحل؟ نعم. الحل اللي يبوق ما يحاسب، يحاسبون الفقير، يحاسبون هذا اللي حيهوش حيعبر عبايا. نعم. لا على وقت صدام حسين ما صار عنده جفاف. واكو عندك عجوب ادخل شوف صدام حسين من قاعد على نهر دجله ورا الداعل ما يزاد اكثر من الكميه المقرره للعقارات. ابو الامن الوطني خلي يجيب لي المي. يقدر؟ نعم. يقدر يحاسب ايران شلون صارت المي رجعت على اراضيها؟ يقدر؟ نعم. هذا اللي عندي يعني. شكرا لك ابو عبد الله، شكرا لك اخوي العزيز. ابو مروه من كربلاء حياك الله يا ابو مروه. الله يحييك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم اخي لما تتيحون هاي الفرصه حتى نسولف عن همنا وعن همومنا. ابو مروه بس حتى تكون يعني يكون صوتك واضح للناس ويسمعوك بشكل اوضح، بس نصي لي صوت التلفزيون. نعم. لان صوتك وصوتي دا يرجع فيتشوش المكان. نعم الف رحمه على والديك. تفضل اخوي ابو مروه. رحم الله والديك. والديك الرحمة.
شكرا جزيلا. انا اقول اشكركم واشكر بعض القنوات اللي تتيح الفرصه للمواطنين حتى يسولفون. والله العظيم بعد ما نعرف شو نسولف ويا هذول الناس. نعم. يا سياسيين، يا مجلس بما يسمى مجلس النواب، من رأي انتم تمثلون. نعم. انتم واقع هذا الواقع الذاتي. يا سياسيين بعد سولفوا وياكم، انتم فشلتوا بإدارة الدولة، يعني بكل المجالات. الله العظيم المواطن يعاني في كل المعاناة، وإلا شو تباوع؟ تباوع الجريمة، تباوع الحقوق، تباوع عنف الأسري، فكك الأسري. نريد نباوع. سويتوا اليوم صوت أبكم ما تعرفتوا لليوم قانون يسموه الأمن الغذائي، الأمن الغذائي. نعم. متهافتين واليوم اصطفوا وانتهى لربما، لأنه القانون خوش قانون حلو. والله العظيم أقسم بالله ماكو قانون يفيد هذا الشعب أبدا. نعم. أقول لكم ذونا، ونسأل من الله العلي العظيم إن شاء الله يجي يوم نحاسبكم والياك للعنز يطلع الدباغ إن شاء الله. نعم. شكرا أخي العزيز. شكرا، شكرا لك أخوي العزيز أبو مروة. يثير الكشف عن المقابر الجماعية بين فترة والثانية بالمناطق المنكوبة جملة من التساؤلات حول سياسة الإفلات من العقاب المتبعة اليوم في ظل عدم ملاحقة المسؤولين عن جرائم الإبادة اللي ترتقي أن تصل إلى حد أن تكون جرائم حرب وفقاً للتوصيفات الدولية. قسم التواصل الاجتماعي مشكوراً سلط الضوء على المقابر الجماعية المكتشفة اللي صارت السمة السائدة للنظام الطائفي بعد عام 2003. خلونا نتابع هذا التقرير اللي أعده قسم التواصل الاجتماعي لنا. ريد ولادنا اليوم صار لهم 4 سنين من فقده وزلمتي وابني وحمواي اسع بس ريد ولادنا.
هذا التقرير اللي عدى قسم التواصل الاجتماعي حول المقابر الجماعية، وأكو فيديوهات هواية موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الانترنت تبين لكم حجم المقابر الجماعية من 2003 لحد هاي اللحظة. ووحدة من النقاط اللي ذكرها التقرير أنه انحسار المياه بسبب قطع إيران للمياه كشف هواية من الناس اللي مشمورين بالأنهر ورجلهم مشددة بحجار حتى يغرقون. فمشاهدينا الكرام، هذه قضية المقابر الجماعية. حسين من كربلاء ويانا، حياك الله أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي، ارتكاب هذه الجريمة الوحشية بحق الأبرياء في أماكن عديدة في المحافظات العديدة، يعني على يد هذه الأبرياء اللي تمثل الحشد الشعبي اللي هي أسوأ ميليشيا إرهابية وميليشيات أخرى التي لا تقل عن ميليشيات الحشد الشعبي الموالية إلى إيران، كميليشيات رأي السلام اللي هي أسوأ من الحد الشعبي إجراما. يعني لأن هذه المجازر اللي ظهرت قبل قليل كانت هي بسبب الحد الشعبي وعناصره المجرمين اللي هم ما قالوا أسسوا على تلك الأعمال الإجرامية. نعم، مثل تأسيس هذه الميليشيا الإرهابية لا تلك الجرائم والوحشية بحق الأبرياء، وكذلك ميليشيا سرايا السلام لا وكل عناصرها هي لا تقل عن ميليشيا الحشد الشعبي. هؤلاء ذول نفذوا هذه الجرائم على حساب إيران، على حساب إيران، يعني نفذوا مخططات إيران هنا داخل العراق. هؤلاء أما من ناحية أخرى هم سراق، هم سرقوا كل شيء، ما خلوا كل شيء. كل ما تريده إيران قامت به هذه الميليشيات الإرهابية بحق العراق. وبمشاركة الجيش الحكومي، الجيش الحكومي لا يخلو من هذه الجرائم وهذه الانتهاكات وارتكاب المجازر. كذلك هم أكثر عناصره وأكثر ضباطه وجنوده هم مجرمين وطغاة ومفسدين. نعم. يعني هل إحنا ننسى ماذا فعل الجيش الحكومي وعناصره، خاصة القيادات الكبرى في الجيش الحكومي؟ يعني هل ننسى ما قاموا به في معتقلات وسجون أخرى، يعني خاصة بعد حرب الموصل؟ نعم. هؤلاء مجرمين، هؤلاء طغاة لا يمثلون العراق بشيء. نعم. الله وكيلك، ومن ينتم لهم من الشعب إلا ما يكون مافيا. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك أخ حسين. ننتقل إلى فقرة هاشتاغ على موقع أو منصة تويتر. طالب المغردين على منصة تويتر بالإفراج عن المتظاهر حيدر الزيدي اللي اعتقل ما يسمى أو ما يعرف بأمن الحشد بسبب منشور سابق هاجم بالخميني. استنكر المدونون على وسم الحرية لحيدر الزيدي سياسة تكميم الأفواه المتبعة واستمرار ملاحقة ثوار تشرين بسبب مواقفهم الوطنية الرافضة للتدخلات الخارجية وللاحتلال الإيراني للعراق. خلينا نستعرض لكم عدد من هاي التغريدات اللي أعرب بها المدونون عن تضامنهم مع الشاب حيدر الزيدي. أول تغريدة ويانا من علي العراقي يقول: أطلقوا سراح الصديق حيدر الزيدي، حرية التعبير أصبحت معدومة في العراق بوجود هذه الطبقة الفاسدة، تضييق وخناق على أصحاب الرأي، اليوم حيدر وغدا أنت، وسيقضون على الجميع إذا بقيتم على سكوتكم. هاشتاغ الحرية لحيدر الزيدي. والمهندس محمد العراقي يقول: إلى كل الأخوة والأخوات ومن أبناء الشعب العظيم، نرجو من حضراتكم الوطنية المحترمة أن تساندونا بحملتنا الإعلامية بالإفراج عن المعتقل حيدر الزيدي، أحد شبابنا الواعي والمحترم الذي ناضل من أجل الوطن ومن أجل التغير إلى الأفضل، أحد شباب ثورة تشرين الذي اعتقل على أيادي خبيثة. هاشتاغ الحرية لحيدر الزيدي. وناصر كريم يقول: عراقي خطفون عراقيين لأن سب قائد إيراني، قوة ميليشياوية تابعة لأمن الحشد تعتقل الشاب لتغريدة قديمة يشتم بها الخميني،
كردة فعل عن التدخل الإيراني ودعمهم للميليشيات هاشتاغ الحرية لحيدر الزيدي. وزهراء تقول بسبب منشور قديم يسب فيه الخميني كردة فعل على التدخل الإيراني لشاب الثائر حيدر تم اعتقاله من قبل أمن حشد. لم أرى إيراني يعتقل إيراني من أجل عراقي، لكن من يمتلكون جنسية عراقية وولائهم لإيران فعلوها. هاشتاغ الحرية لحيدر الزيدي. كانت هذه التغريدات التي نقلناها لكم مشاهدينا الكرام، وكانت أيضا هذه الملفات وال فيديوهات اللي أخذناها لكم، أربع نقاط شفتوها وناقشناها أيضا. إذا مشاهدينا الكرام صوتكم يتناول هاي القضايا اللي تتكلم عن أزمات العراق الكثيرة. أزمات العراق هواية وعندنا مشاكل هواية، إن كان بها فساد، إن كان بها محسوبية، وإن كان بها ولاءات إلى دول أخرى. يا ترى المشكلة وين؟ باللي دا يحكم لو باللي قاعد بالبلد، أقصد الشعب. الجواب يمكم أنتوا تجاوبون على هاي النقطة. ننتظر الجواب منكم. حلقات ثانية من برنامج صوتكم غدا بإذن الله، ننتظركم بألف خير. ثيمان لا مشاهدين.